هذا الملتقى طبعا نظمتها مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشركة أبو ظبي لعرض التقنية الحديثة اللي بتستخدم إن شاء الله في التوعية المرورية. طبعا مثل ما أنتم عارفين الوفيات والإصابات البليغة هي مؤشر استراتيجي مسقط على القيادة العامة لشركة أبو ظبي، وكان من واجبنا أن نحن نعرض أو مثلا نستقطب أفضل التقنيات الحديثة اللي ممكن تساعدنا في زيادة الوعي والتوعية المرورية والثقافة المرورية في المجتمع لتخفيف بإذن الله تعالى نسبة الوفيات والإصابات البليغة. طبعا تقنية الميتافيرس هذه من أفضل أو من أحدث التقنيات على مستوى العالم، ونحن نفتخر في القيادة العامة لشركة أبو ظبي بأننا يعني من أولى الجهات الرسمية والحكومية اللي تستخدم الواقع الافتراضي في تقنية الميتافيرس، ونتمنى إن شاء الله أن نحقق الهدف اللي أقمنا فيه أو مثلا استثمرنا فيه في هذا المشروع.